قال انا بتذكر حسنة لمبارك، والله العظيم اقولها حسنة له، يضرب مع الفساد ومع الطغيان ومع الاجرام ومع الكلام ده كله، لكن له حسنة عظيمة جدا، كان سد منيع، وهو كان سد منيع لهذا المد اللعين. لكن الحين انا عدت اسمع في الشرقية الاخ اللي قال لك اتلعن الصحابة على المنبر من كم جمعة، عاد هنا عاد هنا عاد هنا في كل مكان، واتفتح لهم مدرسة وبقى الله في عهدك انت يا دكتور محمد يا رجل يا محسوب على الاسلاميين يا رجل، انا اول من دعمك يا اخي، انت محسوب علينا جميعا، وانا لازلت احسن الظن بك، اما ان تغلق الباب في وجه هؤلاء واما يعني ان كلنا لسان